في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة هو الطريق. الطريق 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 أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في نشرة أخبار على الطريق تأتي معكم فيها شيماء عبد اللطيف. الحكومة تنتهي من خطاب برنامجها استعدادا لعرضه على مجلس النواب. انتهت الحكومة من الاستعدادات النهائية لخطابها الذي ستعرض منه خلالها برنامجها على مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة، بعد انتهاء جلسات البرلمان الأولى، الجلسة الافتتاحية التي سيلقي بها رئيس الجمهورية كلمته للأمة. دعوة قضائية لسحب أوسمة ونياشين مبارك ومصادرة ممتلكاته. تم رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لسحب الأوسمة والنياشين من الرئيس الأسبق حسني مبارك ومصادرة أمواله وممتلكاته، وذلك بعد أيام من الحكم النهائي بسجنه 3 سنوات في قضية القصور الرئاسي. سامح شكري يزور برلين اليوم لإجراء مشاورات سياسية واقتصادية مع الألمان. صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكري وزير الخارجية توجه اليوم الاثنين إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام، يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين الألمان على رأسهم وزير الخارجية فرانك فالتر وكريستوف مستشار الأمن القومي والنبا المستشارة وزير الاقتصاد ووزير الداخلية ووزير التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى زعيم الأغلبية البرلمانية بالبرلمان الألماني. وزيرة التعاون ووفد سعودي في جنوب سيناء لمتابعة المدينة المتكاملة. تزور اليوم الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وفريق من القوات المسلحة ووفد من الصندوق السعودي جنوب سيناء، برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. تعاين وزيرة التعاون والوفد بعض الأراضي لإنشاء مدينة متكاملة يطلق عليها اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. للأحزاب الدينية تشكل غرفة عمليات لمتابعة أداء السلفيين داخل البرلمان. أعلن محمد عطية منسق حملة لا للأحزاب الدينية عن تشكيل غرفة عمليات تابعة للحملة لمتابعة أداء البرلمان الجديد، والذي تم انعقاده جلسته الافتتاحية أمس الأحد ومراقبة ورصد أعضاء حزب النور والتيار الديني داخل البرلمان. وقال عطية في بيان للحملة أن وجود أعضاء حزب النور في البرلمان يحمل دلالة رمزية هامة على أنهم ورثوا المكانة السياسية التي كانت تشغلها من قبل جماعة الإخوان. فضلا عن ذلك، فإن حزب النور يتمسك بفكر السلفي المتشدد. الإسكان تنتهي من تخصيص 19,000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل. وزارة الإسكان انتهت من تخصيص 19,000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وذلك من إجمالي 84,000 وحدة سكنية تم طرحها من خلال 7 إعلانات متتالية على مدار
كامل. وأضافت المصادر في تصريح خاص لها أن الدكتور مصطفى مدبولي شدد على سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية للفائزين وتذليل كافة العقارات أمام المواطنين، وخاصة الحالات الحرجة والأرامل والمطلقات والأسرة الأكثر عددا. غضب خليجي من قطر لانتهازها الفرصة وتنظيم رحلات جوية مخفضة لإيران. سادت حالة من الغضب بين الشباب الخليجي على مواقع التواصل الاجتماعي مما تقوم به دولة قطر وعائلة آل ثان من مواقف متناقضة في علاقاتها مع إيران، واصفين موقف حكام الدوحة بالسلبية تجاه الأزمة الجارية بين الدول العربية والنظام الإيراني الذي يعبث بأمن ووحدة واستقرار الدول العربية. وانتقد الشباب الخليجي تصرفات دولة قطر محاولة التربح المالي. السيد الشريف وكيلا للنواب وإعادة بين علاء عبد المنعم وسليمان ودان. أقدم إليكم جميعا بشكري العميق على هذه الثقة الغالية التي أوليتموني إياها. وأؤكد لكم جميعا أنني سأكون عند حسن الظن بي، كما سأكون دائما مدافعا عن الديمقراطية والمبادئ القومية التي نادت بها ثورتها 25 يناير و30 يوليو. تلك الثورتان الفريدتان بين ثورات بكثافة المشاركة فيها ودور شباب البارز المتطلع لمستقبل مشرق نحو آفاق وطنية وإنسانية رحبة. وبحماية جيش الشعب وشرطته وقضائه ووحدة الهلال مع الصليب. أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن فوز السيد الشريف بمنصب أحد وكيلي المجلس، وإعادة على المقعد الأخير بين النائبين علاء عبد المنعم وسليمان وهدان. وقال عبد العال إن اللجنة المشرفة على انتخابات الوكيلين اجتمعت برئاسة النائب أحمد عبد الواحد رسلان وأجرت الانتخابات بعد فرز الأصوات. أسفرت النتيجة أن عدد النواب الذين أدوا أصواتهم 547 عضوا، عدد الأصوات الصحيحة 542 عضوا والباطلة 5 أصوات. وزير الخارجية الفرنسي يطالب روسيا وسوريا بوقف قصف المدنيين. طالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس القوات السورية وروسيا بوقف قصف المدنيين في سوريا ووقف محنة مضايا والبلدات المحاصرة الأخرى قبل بدء المفاوضات في 25 من يناير الجاري، قائلا ضروري جدا وقف قصف المدنيين من قبل روسيا. جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة سكاي نيوز العربية في خبر عاجل لها اليوم. مقتل 35 سوريا معظمهم من الأطفال في غارات روسية على 3 مدارس بدمشق. أفادت قناة العربية في خبر عاجل منذ قليل بمقتل 35 سوريا معظمهم أطفال في غارات روسية على 3 مدارس في غارات عين جارة بريف إدلب في سوريا. يذكر أن المرصد السوري أعلن منذ قليل مقتل 8 أطفال في إحدى الغارات الروسية على مدرسة شمال سوريا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد محاولته تنفيذ عملية الطعن. استشهد شاب فلسطيني منذ قليل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة حرميش المقامة على أراضي المواطنين
بين مدينة طول كرم وجنين فلسطين بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. وأفادت تقارير صحفية أن منع قوات الاحتلال الإسرائيلية وصول الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لإنقاذ الشاب أدى إلى استشهاده بسبب خطورة إصابته وعدم إنقاذه. بابا الفاتيكان يدعو أوروبا إلى الاستمرار في استقبال اللاجئين. دعا البابا فرانسيس الذي استقبل الاثنين في الفاتيكان أعضاء السلك الدبلوماسي لمناسبة السنة الجديدة أوروبا بإلحاح إلى الاستمرار في استقبال اللاجئين والبقاء منارة للإنسانية رغم التهديدات الإرهابية. وقال البابا في كلمته تمحورت حول اللاجئين وتطرق فيها إلى صرخة الذين يفرون من الوحشية الغاشمة والبؤس المدقع أن المخاوف المتعلقة بالأمن مهمة وأزدادت بشكل كبير نتيجة التهديد المتزايد للإرهاب الدولي. وول ستريت جورنال خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي سيكون له تداعيات عالمية. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الاستفتاء على ما إذا كان بريطانيا ستظل عضوا بالاتحاد الأوروبي هو أكبر القضايا المعلومة والمجهولة التي تخيم على الاقتصاد الأوروبي، ويبدو مؤكدا أن التصويت سيحدث هذا العام. ويأمل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه يصل إلى اتفاق في القمة المرتقبة في فبراير المقبل حول التغيرات في العلاقة مع بروكسل. إعلان حالة التأهب القصوى في صفوف القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية. أعلنت حالة التأهب القصوى في صفوف القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تحسبا لأي استفزاز من كوريا الشمالية في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها الأسبوع الماضي. وقال مسؤول في قيادة الأمم المتحدة قيادات القوات المشتركة والقوات الأمريكية في كوريا إن قائد هذه القوات أصدر هذا الأمر خلال زيارتي لقاعدة أوسان الجوية التي تديرها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل مشترك. أزمة هجومية في الأهلي قبل مواجهة الداخلية. يعاني الجهاز الفني للنادي الأهلي من أزمة هجومية قبل مواجهة الداخلية الخميس في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري العام، ويحيط الغموض حول إمكانية لحاق الثنائية الجابوني ماليك إيفونا المهاجم الأساسي للفريق في الفترة الأخيرة وأحمد عبد الظاهر من المشاركة في مواجهة الخميس لمعاناة الأول من إجهاد في الخلفية تعرض لها في مواجهة المقاولون العرب أمس، فيما يعاني الثاني من الألم في ظهره وأسفل ظهره أبعدته عن مواجهة الذئاب. منتخب كرة اليد الأنجولي يواجه الأهلي وديا استعدادا لأمم أفريقيا. يوم منتخب أنجولا الكرة يد فريق الأهلي وديا في إطار تواجده الأول بمعسكر مغلق بالقاهرة في إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 21 وحتى 30 من يناير الجاري باستاد القاهرة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو لعام 2016 بالبرازيل وبطولة العالم لعام 2017 بفرنسا. الكرة الذهبية فينجر يرشح ميسي على حساب رونالدو ونيمار. رشح الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي ميسي مهاجم برشلونة الإسباني للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم عام 2015. وقال أرسين في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل مواجهة ليفربول بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز
ميسي هو الأقرب للفوز بالكرة الذهبية، لقد فاز بكل شيء مع برشلونة. الإدارة المدريدية على التشكيل المثالي للليغا في الجولة 19. سيطر لاعب ريال مدريد على التشكيل المثالي للجولة 19 من منافسات الدوري الإسباني الليغا عقب فوز الفريق الملكي بخماسية على ديبورتيفو، وتواجد كل من رونالدو وبيل وبنزيما وكروس بجانب لاعب وحيد من برشلونة وهو الشاب سيرجي. بالرغم من فوز البلو جرانا برواعية على غرناطة، وغاب ليونيل ميسي رغم تسجيله هاتريك في تلك المباراة. أما عن الأخبار الفنية، أصالة تكسر حاجز المليون مشاهدة بكليب عايشة علي فيد. كسرت النجمة أصالة حاجز المليون مشاهدة على اليوتيوب بكليب أغنيتها عايشة علي فيد، والذي طرحته في 13 من ديسمبر الماضي. وهذه الأغنية التي كتبت كلماتها بيد مصطفى حسن ولحنها حسامح كريم ووزعها عبد الوهاب الرافعي، وأخرج الكليب بطارق العريان. زينة فتاة شعبية في فيلم قمر من بعيد. تبدأ النجمة زينة تصوير فيلمها الجديد قمر من بعيد مطلع الأسبوع المقبل، ويشاركها في بطولته عدد كبير من النجوم منهم هيثم أحمد زكي وهنا شيحة ووليد فواز ومحمد ممدوح تايسون ومحمد شاهين، حيث يستمر التصوير لمدة 6 أسابيع، وتم تحديد موسم عيد الربيع موعدا مبدئيا لطرحه في السينمات. لطيفة تنشر برومو كليبها الجديد مكتوب لي، وتوعد جمهورها بطرحه قريبا. نشرت المطربة التونسية لطيفة برومو كليب الجديد لأغنيتها الجديدة مكتوب لي، وذلك في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ووعدت لطيفة جمهورها بإعادة إذاعة الكليب الجديد للأغنية قريبا. يذكر أن الأغنية من ألبوم أحلى حاجة فيا، كلمات وألحان محمد رفاعي وإخراج وليد ناصف. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تكون قد انتهت نشرتنا الإخبارية، على أمل اللقاء بكم، دمتم في رعاية الله وأمنه. في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح، أصل المسيح هو